استاذ لو كنتي معاه بالك شو تقدري تلقاي الحل. يا مدام وليدك ما يحبش يقرا ما يحبش يفهم ما عندي ما ندير له، جاب لي ربي عنده الحجر في مخه. يعطيك الصحه مدام. قاوي على خير. قاوي على خير. سلام. حصلنا مع الطفل فادي على فوت تاعك انتي مفشيتو. انا فششتو انت اخر نبداو نهضروا على ادم تحصلها فيا. ايه تي اسمعي يا زهره اي الغلطه ما غلطه ما يشتاك انتي الغلطه تاع باباه. وعلى الغلطه تاع باباه هذاك نقول لك على الغلطه تاع باباه. انت البوزيد كان جاو عندك الدراهم كراك تقريتي ابنك في هذاك اللي كل بريفي هذاك وراه يقرا ويخرج لك حويجه ثاني. بصح الغلطه هذه تاعي انا انا اللي ما عرفتش الخير الراجل لبنتي. با 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 سمعي نقول لك شدي يماك شدي يماك انا نقول لك خاصني دوك انا نخلطها. خلاص بوزيد يا وخلطها ولا بعد ما عندكش الدراهم وتموت ما عندكش الدراهم. شو عندي الدراهم ومن بعد واش كاين؟ واش كاين واش كاين؟ لا حل يدك لا حل يدك خلي الدراهم واش كاين واش كاين؟ هيا خوتي واش كاين والله العظيم؟ حل واحد حل واحد حل واحد حل واحد يما هكا تضرب نسيبك بعدها هو يعيط على كوكية ارواح خلاص يما رحمة على بابك روح اقعد يشدي بلاستيك يما يما على تبهدي ادم هبلني على بالك كاع الشيوخ اللي طميتهم له باش يقروه قالوا لي وليدك حابس هاني نشوف انا في لانونس بالك الشيخ يدير له ديكور انت حابس على بالك خلي وليدك ترونكي وليدك دوكا ولا يعرف في الدنيا على بالك واش يدير بالقرايه هاي قول لي واش يدير بها انا باريكس كيما قريت واش درت بقرايتي يا مباش انت سنه ساسه خرجوك كل فندي تدوم ما صحت لك على بالك حبيتها مني المهم انت اكحب ينجح وانا راني نشوف باسكو حاني حاب وليدي ينجح واش ما نعلم له البزنس باش ينجح كيما نجحت انا النيفو تاعك عالي بزاف تاع على بالك وليدي انا وليدي مانيش حابو يطلع للنيفو تاعك محوش قلت انا بالك يقرا باك يقرا ويخرج حويج جابك في المجتمع هذه فيها بركه فهمتني فيترينار إلى حب باركينغ أرخر منك وش دخل انت في شهر ويدخلوا في نهار وصافي بليزا هذا وقل الشيخ لي ولا ملوليدي شحال يخلص وخدموا نفسي الأستاذ حميطوش محمد وعلي أستاذ في العلوم الاقتصادية والعلوم المدنية والعلوم الفضائية وغيرها من العلوم طبعا دكتور بوزيد ما شاء الله المحامية زهرة متشرفين ما شاء الله متشرفون تشرب جو أنا أحب كثيرا عصير الليمون أو عصير البرتقال أو غيرها من الحوامض شكرا لك يا أختي أهلا وسهلا أستاذ أهلا وسهلا إن شاء الله بك تفرحنا خير على بالك على جيت لا لا وعبك أنا نقول لك إني أحب المزاح أنا إنسان بجوش إني أعرف أن لديكم مشكلة مع ابنكم لديكم ولد غبي بعض الشيء ليس كذلك غبي؟ وش كيفاش أنا نقول على وليدي غبي؟ والتي يا وليدنا إحنا عالم عنده الحق هو على كل حال غبي عندك الحق وعلى ذيك اللي عيطنا لك إحنا باش تبدا تسرح له يعني العروق تاع المخ تاعو فهمتني؟ معناتها عندك خدمة شوية معاه إن شاء الله ترد له هذا المخ هذا على الأقل كما تاع بنادم في الحقيقة سوف أبذل مجهودا كبيرا لأخرجه من الغباء والجهل ولكن لا تنتظروا مني المعجزات فأنا لست إلا أستاذا متواضعا أستاذ يعني باش تقري طفل شعل حقك النقود أنا لا أتقاضى راتبا إلا بعد ظهور النتيجة ونجاح الأطفال فهمتني شتي هذا أستاذ تاع الصالحين كاع يحبوا يخلصوا على بونس معناتها هذا راه عاطي قيمة للعلم أكثر من الدراهم فهمتي هذه نشوف النتيجة باش يخلص في الحقيقة أنا عندي شرط بسيط بديت شرط بسيط كنت حاسب اللي راح يخرج لي بخمسة تفضل أستاذ وش هو شرطك؟ الحقيقة أنا أسكن في الريف وجئت بالقطار بعيدا من هنا ولا أملك مكانا أنام فيه الليلة فهمت كيف أنت راس
أستاذ على كل حال شرطك مقبول، احنا رانا هنا باش نضيفوك ها وترقد عندنا ان شاء الله في الكابينه. حبيت نقصد في العياده، يعني العياده. في العياده. اوه شكرا لكم، شكرا على حسن الضيافه والكرم، ما شاء الله. من فضلك يا سيدتي ائتيني بقطعه من الخبز وشيء من الزبده فانا لا اقدر ان استغني عنهما. اليس كذلك؟ كذلك كذلك. قيام. جلوس. ولادي عندي شرف باش نقدم لكم الاستاذ حميطوش. محمد واليا. محمد واليا. سكوت. أعرفكم بنفسي، أنا الأستاذ حميطوش. سؤال، أنت هو آدم؟ ماشي آدم. نستنتج من ذلك أنه أنت هو الغبي. اسمع شيخ قادر روحك، عرفوا شك تهضر. سمع ابن احمد السمع هكا تهضر مع الشيخ. شتوش قال لي؟ يا ولدي الغبي ليس شتما، انها صفة تتبع الموصوف. انت هو الموصوف، انه حال من الاحوال التي يرثى لها. لن نبدأ باللغة العربية بل سنبدأ بدرس في الرياضيات. الرياضيات. ارامي هك حاب تضحك. والدرس هو المعادلة من الدرجة الثانية. المعادلة السهلة والمعروفة هي سين أس اثنين زائد عين أس اثنين يساوي صفر. إذا علمنا أن سين يساوي صفر كم يساوي عين؟ أجب يا ولدي تفضل. أوا الشيخة ممتكي ما الشيخة الأخرين ما كان والو. تستهزئ بي يا ولدي؟ ألا تستحي؟ ألا تستحي؟ اسمع رحت عليك. كل آدم كل وليدي شقرا. لا مساء الخير عليكم وشهية طيبة. الله يسلمك أستاذ. شخصي وش به؟ تفضل أستاذ. أنت متأكد؟ شكرا. وش بك مني فك أستاذ؟ لا بأس في ذلك، لقد سقطت علي الصبورة وهذه أخطار المهنة أليس كذلك؟ كذلك كذلك. زيري ما تحت صدرك. الحمد لله. أستاذ أنا دايرة شوربة نسقي لك. أوه شكرا لك. بالطبع بالطبع أستاذ. واحدة الشريبات الحس عليها صبعتك. شكرا يكفيني. شكرا أستاذ. واش آدم كيفاش المستوى؟ تحسن شوية الحمد لله. في الحقيقة يا سيدي إن ولدك هذا ما شاء الله، لم أكن أعرف أن هناك تلاميذ بهذا المستوى الراقي. الحمد لله من الغباء. ولكني سوف أعمل جاهدا من أجل تحسين مستواه، أليس كذلك؟ كذلك كذلك. من فضلك يا سيدتي الكريمة، ألا أجد عندك قطعة من الزبدة لكي أرافق بها الحساء؟ فأنا لا أستغني على الزبدة، أليس كذلك؟ كذلك كذلك يا أستاذ. ثم من في الليل وتدهن. الزبدة مع الشربة. هاي يفهم تابك الخلوطة هذه الفديرة. ها تفضل أستاذ ادهن ادهن. واللي عطشت كان زيت زيتون. شكرا يا سيدي شكرا. يا أستاذ انتباه، درسنا اليوم سيكون حول مادة الفيزياء. يا شيخ نكره الفيزياء، على بالك يجي فرصة ما تهدو يجي لي القياو. تبعوا الكود. اسكت كما قال أخوك. أذكركم بالنظرية التي تقول أن السرعة تساوي المسافة على الزمن. نبدأ بتمرين سهل. التمرين يقول أن لاعب كرة قدم
قذف الكرة بمسافة 40 كيلومترا في الساعة. إذا علمت أن الزمن يساوي 3 ثواني لكي تصل الكرة إلى الشباك، فكم هي المسافة التي تقطعها الكرة؟ أي ميم؟ هل فهمت؟ يا شيخ كيفاش حبيتني نفهم؟ والله ما تبعت الماتش. تبع لك يا ولدي. أيوه. هيا بيح كروا. ما تزيد ليش؟ منك سيريو شيخ؟ مني سيريو يا ولدي. هاك شغلها واخطر من فضلك فريق شبيبة القبائل. يا بصح شيخ ما كاش شبيبة القبائل في لفيفة. يا ويشي لقد نسيت. لا يهم لا يهم، هذا الدرس التطبيقي يلزمنا البلايستيشن مع التلفاز. هل من تلفاز؟ كان شيخ كان تلفاز. أليس كذلك؟ هيا 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 هيا. ما خف ضيعت الهدف يا غبي. والشيخ مازالك مع غبي؟ ماشي كنت تقولي تيري بقوة 9 كيلومتر في الساعة؟ يا ولدي كنت على مسافة 17 متر وكان على الحارس نصف ثانية لكي يمسك بالكرة. مستحيل. حب يقول لازم تيري بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. أحسنت يا ولدي، لقد فهمت كل شيء. من اليوم فصاعدا سوف تدرس معنا، أليس كذلك؟ صح يا شيخ. هيا نعيد اللعبة، ولكن هذه المرة سوف تسدد على مسافة 34 متر. فهمت؟ تيري. فهمت؟ شكرا. ما فهمتش انا هذا الحس هذا، ما فهمتوش. لا تؤاخذني يا دكتور ابو زيد، كنت اعطي لهم درسا في الفيزياء واشرح لهم ان السرعه متعلقه بالمسافه والزمن، وذلك بتسجيل الاهداف على لعبه البلايستيشن، اليس كذلك يا اطفال؟ يا استاذ حميطوش، انا جبت لك ادم باش تقريه باش ينجح في الامتحانات، مش حيلعب شامبيونا بالبلايستيشن. يا دكتور أبو زيد، إنها طريقة البيداغوجية الخاصة، الطريقة الحميطوشية التي أستحملها إلا في الحالات الميؤوسة منها. يا با خليه، هل بالو شاويدر هاد الشيخ فور بالبالو الحلم آدم استاذ حميطوش فهم كيفاش يفهم. فهم دوك أببري. يا با وستاذ حميطوش يفهم فور يا المهم نقصونا من الحس. با ماهاش استاذ حميطوش يرقد معنا اليوم؟ كيفاش غادي يرقد معاك استاذ حميطوش؟ استاذ حميطوش راه يرقد في العياده يا وليدي. ايه بصح بابا خليه باش يفهمني. ماه بكل بخاطرك يا ادم، غير بك فرح باباك بك. انا راني هنا باش ندير لك واش حبيت. اقربك. نعم يا سيدي، شكرا لك شكرا جزيلا. يا دكتور ابو زيد، أنا أجد عندكم قطعة من الخبز ببعض من الزبدة، أليس كذلك؟ كذلك كذلك. لقد أكلت ما فيه الكفاية من الزبدة. آه يا بطني آه. يا شيخ. نعم. حبيت نسقسيك برك، علاش ما بيعتنيش كي كسرت كنيفك؟ يا ولدي إن قلت لأبيك ماذا يفعل؟ يزرقو. نعم أحسنت، يزرقك، بعبارة أخرى يبندرك بالضرب، فماذا يحدث؟ أنا أذهب إلى بيتي، وإن بقيت سوف تكرهني ولن تستوعب الدروس، أليس كذلك؟ صح. بما أني لم أقل تعلمت درسا في الفيزياء. كاينة يا شيخ كاينة. هذا ما يسمى بالمنهجية الحميطوشية في تعليم الأغبياء. شيخ مازال مع أغبياء هادي، لو كانت الحياة اللي طوب. أين نحن وأين الطوب يا ولدي؟ شيخ أنت بزاف هارب. شيخ يعطيك الصحة كي كفريتني واسمح لي. لا تقلقوا يا أولادي، وعليكم بالنوم، فغداً في الصباح الباكر عندنا فرن فجائي، صحونا على خير. يا ديجا القدوة ويشخر يا شيخ.
هادشي خدم تفهمناش عليها. وليس كذلك؟ لازم تنوض بكري روح القراية تجري. إلهي إنني متأخر. انهضوا يا أطفال انهضوا، لقد دق الجرس، دق الجرس، دق الجرس، اسمعوه صوته جميل، دينج دينج دونج. انهضوا يا أولادي، انهض انهض. إلهي لقد عفست على الزبدة اللذيذة. انهض يا آدم، انهض يا كسول، انهض. اسم الموت يا شيخ، قلت لكم البارحة فرو فجائي في التاريخ، انهض. وربط أصبح شيخ تمسخر بيا. انهض انهض، أنت أيضا معني بالاختبار، انهض. يا أولادي أنتظركم في المطبخ، الفرض سوف يكون هناك، أليس كذلك؟ السؤال الأول يقول: متى وقعت ثورة الصعاطشة؟ السؤال الثاني اكتب يقول: من هو مؤسس الدولة العثمانية؟ أليس كذلك؟ سجل يا شيخ، لو كان خليتنا نرقدوا ماشي خير. يا ولدي يا ولدي، قلت لك يقول المثل: من جد وجده ومن زرع حصده. شو من حصده يا شيخ؟ خلينا نرقدوا. امتحان سقوط في الخصم. شو راكم ديروا؟ ما تخلوناش نرقدوا. من هذه الخجرية؟ خالتي. يا آنسة من فضلك، نحن في امتحان وعليك التزام السكوت في امتحان. Are you kidding me؟ امتحان 4 الصباح. آنسة عودي، من أين أتيت؟ Hey Mr. Teacher of the Year، زيد كلمة نقلبها. إنها متحورة وأنا لا أتكلم معك، من فضلك. أوكي أنا نروح نبدل بلاصة. أه؟ حين نقعد فيها. Good night. إن خالتكم بلهاء، أليس كذلك؟ آدم، لا يجب أن تستغل الفرصة من أجل أن تغش عند أخيك، حذاري. سؤال ثالث في الجغرافيا يقول: أين تقع الزبدة؟ حوش من يحسن في ريقود القاع. أحسن أحسن، هذا هو الجواب الصحيح. شو وقت الخدمة بوزيت؟ بكر روح نكمل هذا الشهر، اتغدت عليه جالي فور روح. صحة سلمك. انت متخدميش اليوم؟ انا روبو. يا شيخ باكو كان يفقنا بابا يقتلنا. يا ولدي أنا أستاذ أحب الخطر، وطريقة البيداغوجية في تعليم التلاميذ تعتمد على المجازفة، أليس كذلك؟ كذلك كذلك. يا إلهي كل المواد الكيميائية هنا، نستطيع أن نفجر كل المبنى. ولكن الهدف من الكيمياء ليس هو تفجير المباني، وإنما تعلم الكيمياء. تبدأ بدرس سهل، الأكسدة والإرجاح. أكتب مثلا برمنغنات البوتاسيوم، نصب قليلا من برمنغنات البوتاسيوم، نخلط قليلا من برمنغنات البوتاسيوم هكذا مع قليل من الماء المؤكسد. الماء المؤكسد ليس له رائحة، هكذا. ماذا يخرج؟ انظروا انظروا، يخرج منها دخان. هذه تجربة سهلة في الحقيقة، قمت بها الحديد من المرات، وهي تجربة سهلة في الحقيقة تظهر لنا كيف تتأكسد المواد. يا شيخ الماء المؤكسد هو الكحول. Yeah, it's time.
شنو هذا؟ يا يما ادم يا يما واش هذا؟ شو صار؟ راني واش كاين؟ استاذ واش حبيت دير لنا انفجار هنا في الكابينة؟